أنا لينا قاسم حسان، أنا طبيبة عائلة، وأنا اليوم رئيسة مجلس إدارة جمعية أطباء الحقوق الإنسان في إسرائيل. أنا كفلسطينية في جهاز الصحة الإسرائيلي، بعد سنين من العمل في هذا الجهاز بحس حالي شفافة، بحس إنه هذا الجهاز ما بيشوف قصتي ولا بيقدر يسمعها، بده يعني أطمس هويتي وأطمس تاريخي. شو القصة؟ What's the story؟ القصة هي قصة جهاز الصحة الإسرائيلي اللي يعتبر من أحسن أجهزة صحية في العالم حسب المعايير الطبية، ويتغنى بأنه هو نوع من الجزيرة الوردية للمساواة والشراكة، بينما هو في الحقيقة جهاز يعاني من عنصرية بنيوية تجاه الأقليات وتجاه الفلسطينيين بشكل خاص على أصعدة مختلفة. يعني إحنا عملياً عم نحكي على جهاز صحة في سياق أبرتايد. هذا الجهاز يعطي خدمات مختلفة لمجموعات مختلفة ليس بشكل متساوي، إذا كان عم نحكي على فلسطيني الداخل، إذا كان على التعامل مع الطواقم الطبية في داخل هذه المنظومة، إذا كان على الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية، وإذا كان على الفلسطينيين اللي واقعين تحت الاحتلال وتحت الحصار في قطاع غزة. يعني أنا في بداية حياتي المهنية بلشت تخصصي كطبيبة نساء في مستشفى في القدس الغربية، مستشفى شعرية صدق. هناك قضيت كتير وقت في غرفة الولادة، وشفت تعامل المنظومة الصحية الإسرائيلية مع المرضى الفلسطينيين اللي بوصلوا من القدس الشرقية. هنالك تمييز صارخ، يعني حتى يعني مش تحت الطاولة، فوق الطاولة، يعني في عملية فصل لنساء الوالدات الفلسطينيات بحطوهن في غرف لحال، واليهوديات بنحطوا في غرف لحال. قضية أثيرت بعد تصريح لسموتريتش اللي هو اليوم وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، اللي هو معروف، هو مستوطن ومعروف في مواقفه المتطرفة، اللي حكى إنه أنا مش مستعد إنه مرتي لما تولد تقعد في نفس الغرفة مع عربية اللي بتعمل حفلات إم كلثوم. وقتها يعني كتير من يعني في كتير طواقم فلسطينية اللي بتعمل في المستشفيات اللي وقتها طلعت وحكت عن إيش هي بتشوف. واحدة منهن يعني أنا كمان كنت هناك وحكيت عن لإيش انكشفت أنا، من ناحية التعامل، من ناحية إنه مرات الممرضات اللي بيقوم بتوليد الأطفال بيحكوا لما بيسلموا طفل كأنه لغرفة الأطفال بيحكوا يا جاكو كمان مخرب. يعني لما نحكي على طفل فلسطيني، عمليا احنا بنشوف انه جهاز الصحه الاسرائيلي هو عنصري بالاساس تجاه الطواقم الطبيه الفلسطينيه اللي بتعمل فيه، وبتلعب دور اساسي في هذا الجهاز، حتى لدرجه انه في فتره الكورونا كثير يعني الجهاز هيك اتفاخر كانه بهاي الشراكه ومساهمه الاطباء والطواقم الطبيه الفلسطينيه بشكل عام في محاربه الوباء. ولكن في الحقيقة إنه هاي الشراكة يعني عملياً يعني تعتمد على الإسكات وعلى التخويف والإرهاب. We are always ready for every possible scenario. واحدة من الأمثلة الصارخة اللي صارت مؤخراً كمان في قضية العنصرية تجاه الطواقم الطبية هي قضية طبيب من مستشفى هداسة في القدس اسمه أحمد محاجني، اللي عملياً إدارة المستشفى لفقت له تهمة إعطاء قطعة حلوى لأسير فلسطيني موجود تحت علاجه في القسم، بناءً على شهادة شرطي كان موجود هناك بدون حتى سماع شهادته. هذا المثال يعني بثبت إلنا توجه العنصري تبع إدارة المستشفى وتبع المنظومة الصحية بشكل عام في البلاد. الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تعاني من العنصرية عملياً منذ عام 1948 على جميع الأصعدة، ومنها على صعيد الخدمات الصحية. الجهاز الصحي في إسرائيل استمراراً لسياسة إسرائيل في تجاهلها وفي إنكارها لا مسؤوليتها التاريخية لما حصل للفلسطينيين في عام 1948
من تهجير ومن صدمة نفسية وجماعية اللي غيرت عملياً مبنى المجتمع الفلسطيني وأدت عملياً إلى مجتمع اللي هو بوضع اقتصادي واجتماعي متدني. لما إحنا نحكي على 50% من الأطفال الفلسطينيين في الداخل هن تحت خط الفقر، هذا كله يؤثر على الصحة. إحنا بنحكي على مجتمع اللي يعاني من العنف، من أزمة في الأراضي وفي المسكن، من نسبة عالية من البطالة، من نقص في كل العوامل المحددة للصحة مثل المساحات الخضراء ومساحات الترفيه اللي هي قائمة في المجتمع اليهودي. هذا كله له تأثير مباشر على الصحة، وهذا يتم تجاهله بشكل صارخ من قبل المنظومة الصحية الإسرائيلية. جهاز الصحة الإسرائيلي هنالك صمت كامل تجاه كل الانتهاكات والممارسات العنصرية للاحتلال لأبناء شعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال وتحت الحصار في غزة. إحنا في جمعية أطباء حقوق الإنسان في إسرائيل بنقدم المساعدات الإنسانية منذ سنوات، كمان للمناطق المحتلة في الضفة وكمان لقطاع غزة، بما أنه هنالك الخدمات الطبية متردية جدا بسبب ممارسات الاحتلال. إحنا مع الوقت في الجمعية فهمنا أنه المساعدة الإنسانية لحالها ما بتكفي، يعني إحنا المفروض أنه نسعى لإنهاء السياسات اللي أدت لهذه الانتهاكات وسياسة الاحتلال والحصار يعني في مقدمتها.